بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائنا الطلاب، طلاب سكندري 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن يونت 4 شابتر 1 ليسن 2. هنتكلم فيها عن الجزء اللي بعد الهيت كونتنت. كنا خلصنا الهيت كونتنت والبروبلمز بتاعتها، وكلمنا عن ذا تشينج اوف ان هيت كونتنت، التغير في الهيت كونتنت يا اولاد، اللي هو الدلتا اتش، وهو كان طبعا الاتش برودكتس ماينس اتش رياكتنس، وحلينا بروبلمز عليها. يا رب نكون ذاكرناها وفهمناها كويس. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من الدرس، اللي هو بيتكلم عن الاكزوثيرميك اند اندوثيرميك رياكشنز، يعني التفاعلات يا اولاد اللي بتنتج عنها حراره، اللي هي طبعا جايه من كلمه اكزيت، خروج، يعني بتخرج حراره منها، او الاندوثيرميك رياكشنز اللي هي الرياكشنز which absorb heat، اللي هي بتمتص يا اولاد بتمتص حراره. طيب هنا يعني بصفه عامه بيقول لك when heat transfers from the system to the surrounding، يعني لما الهيت بتتنقل من السيستم للسراوندنج اللي هو الميديوم الوسط المحيط، ايه اللي يحصل؟ طبعا the internal energy، يعني الطاقه الداخليه. يعني بصوا هنا كده في الصوره دي، ادي السيستم اهو، ادي مثلا رياكشن انت بتعمله، والرياكشن ده خرجت منه الهيت زي ما انتم شايفين كده مع السهم ده، راحت لفين؟ راحت للسراوندنج ميديوم اللي هو الوسط المحيط، تمام كده. ساعتها internal energy of the system، او بصفه عامه internal energy of system، الطاقه الداخليه للسيستم ده decrease. طبعا ما انت خرجت الانرجي منه، خرجت الطاقه منه للسراوندنج ميديوم اللي هو الوسط المحيط، وبيسموا الكلام ده باسم exothermic reactions، بيسموه باسم exothermic reactions. طيب يا مستر ايه الديفينيشن بتاعها؟ حتى ولاد زي مين كمان، يعني انت عندك من ضمن الاكزامبلز بتاعت الاكزوثيرميك رياكشنز زي الفريزنج. الفريزنج يا مستر التجميد، طبعا انت لما يكون معاك شويه ميه وخرجت منها الحراره، سحبت منها الحراره، ايه اللي يحصل؟ تقول يا مستر هتبرد وتتجمد، بس كده. يعني حتى في الفيزيكال تشينجز يا ولاد، التغيرات الفيزيائيه بتكون معاها اكزوثيرميك، يعني بيكون بيصاحبها اكزوثيرميك رياكشنز، او بيكون بيصاحبها طاقه حراريه خارجه من السيستم للسراوندنج ميديوم اللي هو الوسط المحيط. حتى كمان الكوندنسيشن يا اولاد، اللي هو التكثيف بتاع الميه، يعني البخار طالع، البخار انت خليته يقابل سطح بارد، فايه اللي يحصل؟ يعمل لوز للهيت، لاماونت اوف هيت، يعني خرج كميه من الطاقه، يعني خرجت الطاقه من السيستم للسراوندنج اللي هو الوسط المحيط، فبيسموه باسم برضو اكزوثيرميك رياكشن. طب ايه الديفينيشن بتاعها يا مستر؟ اللي هي ذا رياكشنز ذات بروديوسد هيت، يعني هي رياكشنز بينتج عنها هيت تو ذا سراوندنج للوسط المحيط، كوزنج ان انكريس ان ذا تمبريتشر، وتعمل زياده في درجه الحراره. تقول لي يا مستر ازاي؟ هقول لك، يعني انت دلوقتي ماسك تيست تيوب وبتعمل رياكشن، مره واحده لقيت التيست تيوب في ايدك سخنت. تقول لي يا مستر وانا ما حطيتهاش على النار ولا حاجه. هقول لك بس برافو عليك، الكيميكالز اللي انت حاططها جوه مع بعضها، تمام، حصل بينهم رياكشنز، اي نوع من انواع الكيميكال رياكشنز اللي هي اكزوثيرميك رياكشنز، تفاعلات طارده، بيقول عليها طارده للحراره، والانترنال انرجي بتاعت السيستم دي مالها ديكريس، الطاقه الداخليه بتاعت السيستم قلت، لان هي انتقلت ترانسفيرد تو ذا سراوندنج، اتنقلت للسراوندنج ميديوم اللي هو الوسط المحيطي. طيب ده كده يعني ايه اكزوثيرميك رياكشنز؟ طب تعالوا بقى نعرف، خلي بالك كده، يعني مثلا هنا ادي بوريك هنا الرياكتنس، انا بجيب لكم طبعا الرسومات اللي عندكم في الكتاب، هنا الرياكتنس اتحولت لبرودكتس، تمام، وفي يا مستر ليبريشن اوف هيت انرجي، يعني حصل خروج او تحرر للطاقه الحراريه، خرجت حراره. طيب يبقى معنى كده يا اولاد ان الهيت او الانترنال انرجي اوف رياكتنس مور ذان ذا انترنال انرجي اوف برودكتس، يعني الطاقه الداخليه للرياكتنس اكتر من الطاقه الداخليه للبرودكت. ليه يا مستر؟ بالراحه. طيب بالراحه، استنى افهم كده مني، مش احنا اتفقنا ان الهيت ترانسفير من السيستم تو ذا سراوندنج ميديوم؟ يعني الهيت خرجت، يبقى اكيد البرودكت ديت، الناتج ده يا اولاد، الناتج ده اكيد الاماونت اوف هيت فيه بتكون مالها اقل، صح كده؟ عشان كده يا اولاد نقدر نقول هيت ترانسفير فروم ذا سيستم تو ذا سراوندنج، تمام، ده في الاكزوثيرميك. وبعدين ليدز تو، يعني يؤدي الى ديكريزنج ذا تمبريتشر اوف سيستم، طبعا السيستم درجه حرارته نفسها تقل،
ويحصل ايه كمان؟ increase in the temperature of surrounding، وطبعا بتزيد درجة حرارة surrounding medium اللي هو الوسط المحيط بالسيستم ده. طيب موافقين على كده؟ تمام يا مستر، نكمل. طب when heat transfer from the surrounding to the system بقى، افرض العكس حصل، يعني افرض المرة دي الميديم بتاعك عمل absorb للهيت، امتص الحرارة، take in energy يعني خد الحرارة جواه، ايه اللي يحصل؟ when heat transfer from the surrounding to the طبعا to the system، اللي يحصل المرة دي the internal energy of system increase. المرة دي يا مستر الطاقة الداخلية للسيستم ده هي اللي تزيد. طبعا and this process is called، وبيسموا العملية ولاد دي باسم endothermic reactions. المرة دي بقى يا مستر هنا السيستم بيعمل ايه؟ absorb heat energy او take in energy، بياخد الطاقة. طب ايه الديفينيشن بتاع الاندوثيرميك reactions؟ طبعا they are reactions او the reactions that absorb heat. طيب هي reactions بتمتص الحرارة from the surrounding causing طبعا the decrease او a decrease in its temperature، تمتص الحرارة من الوسط المحيط، عشان كده بتقل درجة ايه يا ولاد؟ درجة حرارته. طب مش ملاحظين حاجة؟ يعني الرياكشنز ديت انت لو ماسك التست تيوب بايديك ولقيت التست تيوب بقت كولد كده، بردت، تقول ايه ده يا مستر، ده ايه ده، هي الانبوبة سقعت كده ليه؟ لان الرياكشن اللي انت عامله دلوقتي في التست تيوب ده يا ولاد يعتبر اندوثيرميك رياكشن. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا مستر ان السيستم ابزورب هيت، السيستم بتاعي اللي هو كيميكال رياكشنز اللي بتتفاعل مع بعضها دي امتصت حرارة، تمام كده، عشان يتكون البرودكت. فلما امتصت الحرارة من السراوندينج ميديم من الوسط المحيط، الانبوبة انت حسيت ان هي بقت ايه؟ بقت باردة، هي عمالة تمتص الحرارة من الانبوبة دي من التست تيوب دي ومن الجو، عشان كده تحس ان هي بقت ايه؟ بقت طبعا كولد، بقت ساقعة او باردة في ايدك. طيب معنى كده ايه يا اولاد؟ معنى كده ان عندنا بقى المرة دي الرياكتنس في حالة الاندوثيرميك رياكشنز، الرياكتنس عشان تديني برودكت، عشان تطلع لي نواتج، لازم تعمل ابزوربشن اوف هيت انرجي، تمتص حراره. مين الشاطر يقول لي دلوقتي مين عنده هيت كونتنت اعلى؟ هتقول لي يا مستر البرودكت طبعا هاف انترنال انرجي، تمام، او انكريس ان انرجي ذان رياكتنس. المره دي بقى يا مستر الهيت انرجي ان برودكت مور ذان هيت انرجي ان رياكتنس، اكتر من الهيت انرجي اللي موجوده في رياكتنس. ليه؟ بص على الصوره وانت تعرف. ادي الرياكتنس اتحولوا لبروتكس. طيب وبعدين؟ وصاحب الكلام ده absorption of heat energy، يعني صاحب الحكاية دي امتصاص لمين يا ولاد؟ لهيت انرجي. فمين كده اصبح يعني مليان او معبي هيت انرجي اكتر؟ هتقول لي يا مستر البرودكتس. فطبعا يا ولاد هنعرف دلوقتي لما يجي نرسم الجرافس بتاعتهم تبقوا فاهمينها جت ازاي. طيب طبعا كده معنى كده ان الهيت او الانترنال انرجي inside products more than the internal energy، يعني الطاقة الداخلية in the reactants في الرياكتنس. طيب نكمل. معنى كده ان الهيت ترانسفير بقى المرة دي from the surrounding، يعني الهيت بتخرج من surrounding medium to the system، للسيستم. وده يعمل ايه؟ طبعا which leads to increase the temperature of system، السيستم او الكيميكالز بتاعت درجة حرارتها تزيد. طب يا مستر الوسط المحيط، الانبوبة اللي موجودة او اللي تشمل او تحتوي المواد الكيميائية دي، طبعا يحصل ايه؟ decrease the temperature of surrounding medium، تقل درجة حرارة الوسط مين يا ولاد؟ المحيط. طيب حتى الفيزيكال بروسيس اللي هي العمليات الفيزيائية اللي تنطبق على موضوع الاندوثيرميك رياكشن ده، زي مثلا الميلتنج، معاك تلجة وانصهرت، حصل لها ميلت، ايه اللي حصل؟ تقول لي يا مستر فضلت تعمل absorption للهيت، تمتص الحرارة from the surrounding medium من الوسط المحيط لحد طبعا ما التلج دي حصل لها ميلت، يبقى ده يعتبر اندوثيرميك. حتى كمان يا ولاد البويلنج بروسيس، عمليه الغليان، انت لما تغلي شويه ميه انت عمال تعمل ايه؟ انت عمال تعمل ابزوربشن في تمتص حراره، ولما تمتص حراره ليه؟ عشان تكسر البوندز اللي موجوده بين الووتر مولكيولز. فطبعا ده يعتبر اندوثيرميك، يعتبر اندو ايه؟ ثيرميك. يعني معنى كده ان الانرجي از ادد، الانرجي تضاف يا ولاد to the system، تنضاف للسيستم، تمام كده. so the products، عشان كده البرودكت يا ولاد عندها high او higher than reactance in energy، البرودكت هتبقى اعلى من الرياكتنس في الانرجي بتاعتها. يا رب تكونوا فاهمين كلامي كويس. طيب تعالوا بقى نتنقل على هنا. طبعا بيوريك الاندوثيرميك رياكشن، ادي السيستم، ادي التست تيوب بتاعتك اللي فيها الرياكتنس، وانت هنا المره دي عملت absorption of heat، heat energy added day، اضافه طاقه حراريه من مين يا مستر؟ من surrounding medium، من surrounding medium اللي هو الوسط ايه يا ولاد؟ المحيط. طيب
يلا بقى نشوف الاكزوثيرميك رياكشنز ازاي نعملها على شكل جراف يا اولاد. طبعا ادي الهيت كونتنت، ده الهيت كونتنت، وهنا طبعا البروجريسيف رياكشن اللي هو تطور الرياكشن. يعني يعني مثلا انت عندك الرياكتنس اهو، مثلا انت عملت رياكشن ما بين اكس وواي. طيب احنا اتفقنا، افكركم بسرعه كده، اتفقنا ان في حاله الاكزوثيرميك، في الاكزوثيرميك رياكشنز اللي هي دي، مين عنده هيت كونتنت اعلى؟ الرياكتنس هيمستر. ليه؟ لان السيستم ده فقد الحراره اهو، رماه، فلما رماها اتكونت البرودكتس وانطلقت حراره، هي خرجت من السيستم، فاصبح البرودكتس ده هي اللي هي فيها الحراره دي، لا يا مستر بقت اقل. عشان كده لما اجي ارسم الجراف يا اولاد بتاعت الاكزوثيرميك، بص كده معايا اهو، مين يبقى عنده هاير هيت كونتنت؟ اهو يا مستر هيت كونتنت اهو الجراف بتاعها، يبقى بيتكتب فوق الرياكتنس، وبعدين طبعا تفضل نازل بالجراف بتاعك لحد ما تتكون البرودكتس اللي هي مادة اسمها اكس واي مثلا. طب مين اعلى في الهيت كونتنت؟ هتقول يا مستر ذا هيت كونتنت اوف رياكتنس مور ذان اي رياكتنس، مور ذان علامه مور ذان البرودكتس، او ممكن تقولها من الليفت كده، الهيت كونتنت اوف برودكتس ليس ذان رياكتنس، المحتوى الحراري للنواتج اقل من الرياكتنس لان في حراره خرجت. طب الفرق بتاع الهيت ده هو عباره عن ايه بقى يا اولاد؟ هو يعتبر طبعا انت هنا بتجيب كده مين؟ الدلتا اتش اللي هو اتش برودكتس ماينس اتش رياكتنس، وهتطلع ساعتها الساين بتاعتك، الاشاره بتاعتك في حاله الاكزوثيرميك رياكشنز، انت بتعمل برودكتس ماينس رياكتنس، والبرودكتس الهيت كونتنت بتاعها اقل تحت اهي، تحت شايفها تحت ازاي؟ مين فوق؟ مين اعلى؟ المحتوى الحراري مين يا اولاد؟ الرياكتنس. فانت هتعمل دايما الرول بتاعتنا ايه؟ احنا عارفين الدلتا اتش اتش برودكت ماينس اتش رياكتنس، مين الاعلى؟ الرياكتنس. ايه ده يا مستر هنطرح رقم صغير دايما من ناقص رقم كبير؟ في حاله مين؟ الاكزوثيرميك رياكشنز. وعشان كده يا اولاد بتطلع الساين بتاعتها نيجاتيف. جيف ريزون دلتا اتش ان اكزوثيرميك رياكشنز هاز ا نيجاتيف ساين. ليه دايما الدلتا اتش لما يكون الرياكشن اكزوثيرميك بتكون اشاره نيجاتيف؟ يعني انت لو جايب لك ايكويشن قدامك، ثيرمال ايكويشن معادله حراريه، وجايب لك وكاتب لك ان الدلتا اتش نيجاتيف، دلتا اتش طلعت معاها بالنيجاتيف، وقال لك وات ذا تايب اوف ذيس رياكشن، ايه نوع الرياكشن ده؟ هتقول له اكزوثيرميك. طب ليه؟ Because the heat content of products is always lower than heat content of reactants. لان في الحاله بتاعت الاكزوثيرميك دايما الهيت كونتنت اوف برودكتس ليس ذان رياكتنس، لان في حراره بتطلع بتطير بتخرج من الرياكشن، فطبعا البرودكتس بيكون الحراره اللي جواه اقل من الرياكتنس، فيطلع الناتج بتاعي دايما نيجاتيف ساين، شاره سالب. يبقى اوعى تنسى دايما الاكزوثيرميك بتكون نيجاتيف ساين. طيب اللي بعده في الاندوثيرميك بقى، لا يا ولاد في الاندوثيرميك احنا اتفقنا ان الحراره ادد، يعني الهيت انرجي ادد تو ذا سيستم، بنضيف الحراره للسيستم، فبتكون الهيت كونتنت اوف برودكتس هي اللي اعلى. ما انت اديتنا حراره، انت قعدت تمتص حراره عشان تكون لي البرودكتس، يبقى الحراره دي هتتخزن فين يا اولاد؟ في البرودكتس، في النواتج، تمام كده. ففي الحاله دي الخط بتاعك هيكون طالع في حاله الاندوثيرميك رياكشنز. يعني انت عندك الرياكتنس اكس بلس واي اداك اكس واي، الرياكتنس كانت ليس هيت كونتنت او لور هيت كونتنت، وطبعا بمرور الوقت السيستم ده عمال يعمل ابزورب للهيت، فاصبحت الهيت كونتنت اوف برودكتس مور، يعني اكتر. فطبعا طلع الخط بتاعي فين يا اولاد؟ لفوق، عشان اكيد طبعا المحتوى الحراري او الهيت كونتنت بتاعت البرودكتس اكتر، مور ذان رياكتنس. طب يا مستر لو انا جيت اقول كده في حاله الاندوثيرميك رياكشنز هيت كونتنت اوف برودكتس مور ذان رياكتنس، حد عنده اعتراض؟ لا طبعا، هو يا مستر اكيد البرودكتس اكتر من الرياكتنس. فلما اجي اطبق يا اولاد الرول بتاعتنا دلتا اتش ايكوال اتش برودكت ماينس اتش رياكتنس، الاولاني طبعا دايما هيكون رقم كبير، فتبقى طبعا الساين بتاعتي ايه؟ بوزيتيف ساين. يبقى لو جالك في الامتحان وقال لك كده دلتا اتش هاز ا بوزيتيف ساين، ليه في حاله الاندوثيرميك رياكشنز دلتا اتش هاز ا بوزيتيف ساين؟ ليه بتكون اشارتها موجب؟ هتقول له طبعا because the heat content of products is higher than of reactants، يعني الهيت كونتنت بتاعت البرودكت اعلى من الرياكتنس.
يا رب نكون فهمناها. تعالوا بقى نشوف examples على الكلام ده. هنا بيقول لك reaction between hydrogen and oxygen gas to form water. حصل reaction، هو مدي لك ال reaction ده، مديك الequation دي، مديك hydrogen plus oxygen half oxygen. ليه يا ولاد؟ اكيد ال 2 دي راحت مع ال 2 دي، يبقى انت عندك كم اتوم؟ 1، وادي 1. كم هيدروجين؟ 2، وادي 2. فانت عندك هيدروجين جاز بلس هاف مول اوف اكسجين جاز، طلع لك طبعا برودوس باي هيت او جيف H2O بلس 285.8 كيلو طبعا جول بير مول. دي طبعا الهيت يا ولاد بلس، طبعا يعني معنى كده ان الهيت دي خرجت من الرياكشن. فقول يا مستر انت لسه مش هستعيد دلوقتي يا مستر، ان ما تكون لما يكون اكزوثيرميك رياكشن بتكون الاشاره سالب. ايوه دي الدلتا اتش، لكن انا هنا كاتب لك اقول لك ان الهيت دي يعني ان الرياكشن ده حصل بلس ان في هيت خرجت كذا، بس ده طبعا معناه ان الدلتا اتش بتكون اشارتها ايه؟ سالب. فاهمين قصدي؟ يعني انا بقول لك مثلا ان حصل رياكشن ما بين الهيدروجين والاكسجين، فطلع لي H2O water liquid مع بلس شويه حراره كده خرجوا. فالبلس هنا مش معناها ان انا بقول لك دي دلتا اتش، لا دي مش اشاره دلتا اتش يا ولاد، دي اشاره ان كميه الحراره، او بيعرفك يعني ان بلس الرياكشن ده خرجت حراره او خرجت يعني هيت انرجي مقدارها كذا. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف. هعمل طبعا الجراف بتاعنا، مين الرياكتنس بتاعتي؟ H2 يا مستر بلس هاف O2 جاز، دول الرياكتنس. طيب وبعدين يا مستر اتكون مين؟ ووتر، يبقى البرودكت بتاعي H2O. طب الديفرنس يا مستر، الفرق ما بينهم اللي هو الدلتا اتش، الرقم ده طبعا بس بنيجاتيف ساين، لان هو يا ولاد طبعا اكزو سيراميك رياكشن، تفاعل طارد لمين يا ولاد؟ للحراره. طيب في اكزامبل تاني مثلا، ديكومبوزيشن اوف ماجنيزيوم كربونيت تو ماجنيزيوم اوكسايد. في رياكشن حصل، بص بقى هنا بقى الفرق، بص بقى تعالى لي هنا كده ركز. MgCO3 اللي هو المغنيسيوم كربونيت محتاج هيت، ام واخد يعني بلس 117.3 كيلو جول بير مول. يعني الرياكشن ده عشان يتم، الديكومبوزيشن ده عشان يتم، كان محتاج ان انا اخد حراره مقدارها كذا. يا مستر احنا فهمنا كده، يعني هو بيوريني الحراره متضافه فين. لو مضافة مع الرياكتنس يبقى معناه ان التفاعل ده ابزورب هيت، يبقى ده اندوثيرميك. بس برافو عليك، يبقى انا عشان يتم الرياكشن ده انا احتجت هيت مقدارها كذا عشان يطلع لي MgO بلس CO2، وكتب لك هو الرياكشن وعايزك تعمل لي الكلام ده على الجراف، او فين الجراف تختار ساعتها مثلا الجراف اللي بيدل على الرياكشن ده. فطبعا انت بتعمل هنا على الاكس اكسس كده، على الواي اكسس سوري هيت كونتنت، وعلى الاكس اكسس طبعا بروجريس اوف رياكشن اللي هو التطور او التقدم بتاع الرياكشن. مين الرياكتنس عندك؟ هتقول لي يا مستر ام جي سي او 3 ابزورب هيت بقى المره دي، امتص حراره يا مستر، فعشان كده هيت كونتنت طلع معايا، وراح مكون ام جي او مع مين كمان؟ مع سي او 2 ادي برودكت. طب الفرق ما بينهم مين؟ الفرق ما بينهم الحراره اللي انا امتصتها، اللي هي الفرق اللي هي طبعا الدلتا اتش اللي هي ايكوال طبعا 117.3 كيلو جول بير مول. طب يا مستر مش ملاحظين ان الرقم اللي طالع كده هيبقى بوزيتيف؟ بص بالزياده، يعني دلتا اتش ايه؟ ايكوال بوزيتيف 117.3 كيلو جول بير مول. يبقى هنا طبعا الساين بتاع الدلتا اتش كانت ايه؟ كانت بوزيتيف. شايفين طبعا انا طالع المره دي اهو، انا المره دي اعمل ابزورب للهيت، فطبعا كانت بوزيتيف ساين. يا رب نكون فهمناها. تعالوا نشوف بقى اكزامبلز كده. نشوف سؤال مثلا بيقول لك the exothermic reactions are accompanied with producing an amount of heat. ليه ال exothermic reactions بينتج عنها خروج حرارة؟ خروج حرارة طبعا because the sum of heat content of the product. ركز كده تاني، لا بالراحة. هو بيقول لك ليه ال exothermic reactions accompanied with producing heat، ليه بيطلع heat؟ هتقولي طبعا يا مستر لان sum of heat content of the product less than that of reactants. يعني المحتوى الحراري للبرودكت اقل من الرياكتنس. يعني ايه يا مستر؟ ما هو الرياكشن بيطرد هيت، فاكيد البرودكت اللي هتتكون دي هتبقى الحراره فيها اقل. هو بس كده بيقول، يبقى because the sum of heat content of product is less than the heat content of a reactants.
طبعا according to the law of conservation of energy the decrease in the heat content of product must be compensated طبعا by releasing an amount of energy. يعني النقص في الحرارة دي بتعوضه طب يعوضه طبعا ان يكون في حرارة ايه يا اولاد بتخرج. تعالوا نشوف سؤال تاني عكسه اللي هو the endothermic reactions are accompanied with absorbing amount of heat. المرة دي بقى انت خدت heat يبقى اكيد البرودكت الهيت كونتنت بتاعتها ماله او because the sum of heat content of reactants less than product او ممكن اقول products more than reactants. طبعا الكلام دوت على حسب مين؟ على حسب اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي اللي هو قانون حفظ الطاقه. وساعتها بيكون ذا ديكريس ان ذا هيت كونتنت النقص دوت يا ولاد في الهيت كونتنت ماست بي كومبنسيتد يتعوض باي ابزوربنج ان اماونت اوف هيت. انت فقدت حراره فلازم انا امتص حراره ايه؟ اعوض النقص ده في الحراره. في حاجه اسمها الثيرمو كيميكال ايكويجن اللي هي بيقول عليها معادله كيميائيه حراريه. الديفينيشن بتاعها طبعا هي عباره عن ايه؟ سامبل كيميكال ايكويشن يعني معادله كيميائيه رمزيه عاديه خالص يعني فيها رموز تمام. ذات انكلود ذا هيت تشينج يعني لازم انكلودز تشمل ذا هيت تشينج اكومبينينج تو ذا كيميكال ريأكشن يعني لازم تشمل التغير الحراري اللي بيكون مصاحب لمين يا اولاد؟ للكيميكال ريأكشن. طب ايه كمان؟ اند ذيس هيت تشينج يا اولاد الحراره دي مالها؟ از ريبريزنتد ان ذا ايكويشن يعني لازم نمثلها او نوضحها في الايكويشن بتاعتنا. فين يا مستر؟ as one of the reactants or products يعني لازم الهيت تشينج اللي بيحصل ده في الرياكشن اوضحه انا وابينه جدا يا اما يكون في الرياكتنس يا اما يكون في البرودكتس زي ما شفنا في الاكزامبل دايركت. يعني دي كده بيسموها باسم ثيرموكيميكال ايكويشن معادله كيميائيه حراريه. طب فين يا مستر الهيت؟ اي انا حطيتها المره دي كانت مع البرودكتس لان ده رياكشن اكزوثيرميك رياكشن. طيب امال هنا يا مستر؟ بص بقى هنا كده هنا الهيت كانت فين يا اولاد؟ الهيت كانت يا مستر مع الرياكتنس لان ده بيسموه باسم ايه؟ اندوثيرميك رياكشن اللي هو بيكون تفاعل طبعا ابزوربنج لمين؟ للهيت انرجي ومقص للحراره. طيب ده المقصود بمين؟ بالديفينيشن بتاع الثيرموكيميكال ايكويشن. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي الشروط بتاعتها. ذا كونديشنز اوف ثيرموكيميكال ايكويشن. الشروط بتاعتها اول حاجه ات ماست بي بالانسد طبعا لازم تكون موزونه. يعني انت عندك H2 اهو وطبعا بلس اكسجين O2 راح مديني H2O بس نوت بالانسد مش موزونه فحطيت هنا هاف O2 عشان يطلع لي في الاخر ايه يعني O1. هاف O2 يعني O صح كده يعني دي معناها O وادي هنا O اهي تبقى كده موزونه بتاعتي الايكويشن بتاعي. طبعا وي كان رايت ذا كوفيشنتس اوف فراكشنز طبعا في الثيرموكيميكال هيت انت تقدر تكتب الوزن بتاعك او الارقام بتاعتك ممكن تكتبها على شكل يا اولاد فراكشنز مش مشكله. طب تاني حاجه the physical state of the reactants and the products must be written طبعا لازم نكتب ال physical state يعني هنا هيدروجين جاز مع الاكسجين جاز عشان يطلع لك الووتر فيبر طبعا حالة فيبر state. طب ايه كمان؟ putting a positive or negative sign beside delta H يعني بعد ما تكتب لي الرياكشن بتاعك اكتب لي الساين بتاعته هل هي positive ولا negative. طب ليه؟ عشان تعرفني الرياكشن ده هل هو exothermic reaction ولا endothermic فاهمين كده؟ طبعا لو كانت بالنيجاتيف يبقى اكزوثيرميك ولو كان بالبوزيتيف يبقى اندوثيرميك رياكشن. طيب ايه كمان يا مستر؟ طبعا بوزيتيف ان كيس اوف ابزوربنج هيت يبقى اندوثيرميك ولو كانت نيجاتيف يبقى اكزوثيرميك رياكشن يبقى بوزيتيف اندو والنيجاتيف ساين الاشاره السالب معناها اكزوثيرميك رياكشن. تمام كده؟ ايه كمان؟ طبعا ذا فاليو اوف دلتا اتش تشينج باي تشينجينج ذا فيزيكال ستيت اوف ووتر يعني الكمتر على فكره زي ما احنا قلنا يعني القيمة بتاعت الدلتا اتش دي بتتغير على حسب الستيت بتاعت المية يعني لو طلع ليكويد غير لما تكون طالعة جاز غير لما تكون طالعة سوليد يعني فاهمين قصدي؟ فبتكون طبعا القيمة بتاعت الدلتا اتش تشينج باي تشينجينج ذا فيزيكال ستيت بتعتمد على حالة الحالة الفيزيائية يا ولاد هل هي ليكويد ولا جاز ولا ايه بالظبط؟ طيب نكمل ايه كمان؟ نمبر 4 when multiplying or dividing the coefficients of the two sides لو انت بتعمل مالتيبلاينج او ديفايدنج للكوفيشنتس بتاعت الطرفين بتاعت الرياكتنس والبرودكت اللي هو المعامل اللي بيتكتب هنا الرقم اللي هنا ماله بقى يا مستر؟ ذا ايكويشن وذ سيرتن نيوميريكال طبعا كوفيشنت لما تيجي تضربها في رقم معين ذا سيم اوبريشن ماست بي كاريد اوت اون دلتا اتش يعني انت عندك H2O سوليد ستيت تمام حولتها لليكويد ستيت
زي ما كنا قلنا يا ولاد انا عندي تلج بس بصهره، يبقى انا بعمل ابزورب للهيت، يعني دلتا اتش اي بوزيتيف لان ده اندوثيرميك. طيب يا مستر لو انا عملت ملتبلاينج ذا ايكويشن باي 2، فانا بتكلم عن 2 مولز من الووتر المره دي من الايس، طلع لي 2 مولز اوف ووتر ليكويد ستيت، ساعتها الدلتا اتش مش هتبقى طبعا 6 كيلو جول بير مول، هتبقى طبعا 2 تايمز 6 يعني هتطلع فيها 12. يعني القصد يا ولاد هنا ان انا لما اعمل ملتبلاينج للايكويشن بتاعتي في التو سايدز لازم الكلام ده ينطبق على ايه كمان؟ ذا سيم اوبريشنز ماست بي كاريد اوت اون دلتا اتش، لازم تطبقه على الدلتا اتش. طيب نمبر 5، ذا دايركشن اوف هيت كونتنت كان بي انفيرزد. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا انت عندك H2O سوليد تلج حولته لليكويد H2O ليكويد ستيت، ده اندوثيرميك رياكشن، عملت ابزورب للهيت اهي اندوثيرميك، امتصيت حراره عشان تحول من سوليد لليكويد، صح؟ طب افرض انت عايز تعمل العكس، عايز تحول من ليكويد لسوليد، من ليكويد لسوليد، فانت هتطرد الهيت، فيعتبر طبعا اكزوثيرميك رياكشن، اكزوثيرميك رياكشن، فطبعا الساين بتاعه الدلتا اتش يحصل لها ايه؟ انفيرزد، يعني بتتغير او بتتقلب زي ما انتم شايفين كده. يعني هنا كاني بقول عشان احول الووتر من سوليد ستيت لليكويد ستيت انا احتاجت ان انا اعمل ابزورب للهيت 6 كيلو جول بر مول. طب لما انا اعمل العكس، انا بحول الووتر من ليكويد لسوليد، فانا محتاج اعمل ريليز للانرجي، افقد حراره مقدارها طبعا 6 كيلو جول بر مول، بس طبعا بالنيجاتيف عشان اعرفه ان انا عملت ايه يا اولاد، عملت ريليز للانرجي، عملت فقد او ليبريت للانرجي، فقد مين يا اولاد؟ للحراره. طيب كده طبعا دي الكونديشنز بتاعت الثيرموكيميكال ايكويشن، المعادله الكيميائيه الحراريه. شوف سؤالين كده مهمين، وي كان رايت ذا كوفيشنتس اوف بالانسد كيميكال ايكويشن از فراكشنز، ممكن نكتب المعاملات على شكل فراكشنز يا ولاد، يعني هاف تمام بالشكل ده. ليه؟ بيكوز ذا كوفيشنت ريبريزنت ذا نمبر اوف مولز اوف ذا رياكتنس، المعاملات دي بتدل على النمبر اوف مولز، عدد المولات يا ولاد تمام، اوف رياكتنس اند برودكت، نوت ذا نمبر اوف مولكيولز اور اتومز. اه يعني ما تقولش يا مستر في حاجه اسمها هاف اتوم، لا لا لا، هنا بيدل لك على النمبر اوف مولز نوت نمبر اوف اتومز اور مولكيولز. نمبر 2، ذا فيزيكال ستيت اوف رياكتنس اند ذا برودكتس ماست بي منشند ان ثيرموكيميكال ايكويشن، ليه لازم نذكر الفيزيكال ستيت تمام ان ثيرموكيميكال ايكويشن في المعادله الكيميائيه، ليه لازم نذكرهم؟ تقول لي يا مستر ان اذا كان اساسا الاندوثيرميك والاكزوثيرميك رياكشن بيعتمد بدرجه كبيره جدا على طبعا الفيزيكال ستيت، الحاله الفيزيائيه، يبقى طبعا بيكون ذا هيت كونتنت تشينج وذ ذا تشينج اوف فيزيكال ستيت اوف سبستانس، طبعا المحتوى الحراري بيختلف على حسب اختلاف الفيزيكال ستيت اوف سبستانس اللي هي الحاله الفيزيائيه للماده يا ولاد. يا رب نكون فاهمين الكلام ده. تعال نشوف السؤال ده مثلا، بيقول لك كالكوليت ذا تشينج اوف هيت كونتنت تمام resulted from اللي بتنتج من the decomposition of 252 grams of magnesium carbonate. انت عندك ماده اسمها magnesium carbonate، كام يا مستر الماس بتاعتها؟ 252 grams under constant pressure according to the following equation. مديك الرياكشن اهو، مين الشاطر يقول لي الرياكشن ده كده نوعه ايه؟ هتقول لي يا مستر دلتا اتش بوزيتيف، بوزيتيف يبقى دوت يعتبر endothermic reaction، endothermic reaction. ليه؟ عشان يا مستر الدلتا اتش بوزيتيف ساين. طيب طالب مني ايه؟ the change in the heat content، يعني هو عايز دلتا اتش. طيب حاجه حاجه نركز، تعال نجيب الاول المولر ماس للمغنيسيوم كربونيت، مديك طبعا الام جي ب 24 والكربون ب 12 والاكسجين ب 16. هتقول يا مستر الام جي ب 24 بلس الكربون 12 وادي عندك 3 اكسجين يطلع 84 جرام بير مول. طب ليه انا بجيبها يا مستر؟ عشان اجيب النمبر اوف مولز، عدد المولات بتاعتي اللي هي يا اولاد طبعا الماس اوف سبستانس ده من الترم اللي فات اوفر المولر ماس اللي هي يطلع فيها 3 مولز. طيب يعني معنى كده ان الماده بتاعتي دي مش مول واحد، لا ال 252 جرام دول يعني 3 مولز، هروح كاتب الرياكشن تاني بس هعمل ملتبلاي 3، فده عملت ملتبلاي 3 اضيف ال 3 في كل طبعا الكوفيشنز بتاعتي اللي هي 3 دي اضيفها على كل السايدز بتاعتي او على كل طبعا الرياكتنس والبرودكتس في الرياكشن، اضيفها على الرياكتنس والبرودكتس اللي موجوده في الايكويشن دي.
طب يا مستر وبالمره كمان مين معاهم؟ طبعا زي ما احنا قلنا في الدلتا اتش. طيب ضفناها يبقى الدلتا اتش طلعت بكام؟ لما تضرب 3 تايمز ذيس نمبر يطلع فيها 351.9 كيلو جول. هنا كيلو جول، مش ملاحظين حاجه؟ هو هنا بيقول لك ان لما يكون مول واحد من المغنيسيوم كربونيت طلع لي الهيت دي. المره دي ال 252 جرام دول يعني 3 مول، فطبعا الكميه بتاعت الحراره اللي هتطلع هتبقى طبعا ملتبلاي 3 يطلع طبعا 351.9 كيلو جول. يا رب تكونوا فاهمينها. بكده احنا خلصنا الجزء بتاعنا النهارده يا اولاد ان شاء الله، والمره الجايه باذن الله هنتكلم فيها عن البوند انرجي اللي هي طاقه الرابطه بقى، وان شاء الله هنحدد عليها بروبلمز ونحل عليها اسئله ان شاء الله. انتظرونا قريب جدا باذن الله في الدرس اللي جاي. بالتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.